دلوقتي بالنسبة للماكسيلوفيشال فراكشرز هم يعني لو أي حد ممكن يعتبرهم تحصيل حاصل، ولكن في الكلينيكال براكتس الحقيقة هم يعني ليهم يعني سكة لوحدهم، والناس اللي بتشتغل في الموضوع ده بيبقى نفسها إن التقرير يكون مكتوب بالطريقة اللي أنا هقولها لحضراتكم عليها، لأن في معلومات معينة بيبقى الراجل الجراح عاوز يعرفها عشان يقدر يصلح الانجلز ديت دي. لكنك انت تكتب التقرير الهلامي اللي هو والماكسيلاري ساينس مكسور والاكزيجوماتيك ارش مكسور والمش عارف مين مكسور والكلام ده، يعني ما بقاش هو المطلوب بالذات في هذه المنطقة. فلو كان في مريض عنده ماجزيلو فيشيال تروما فاحنا بنعمل سي تي وده ماجزيلو فيشيال. ايام زمان طبعا ما كانش حيلتنا الا البلين اكس راي وكان فيها الكثير جدا من الاوهام، ولكن دلوقتي اي واحد عنده ماجزيلو فيشيال تروما بيروح فورا على السي تي وبيعمل اكزيال اند كورونال سيكشنز، والكورونال سيكشنز هنا مش لازم تكون دايركت كورونال لان مش هتعرف تقلب المريض على بطنه ووشه كله بيكون متدمر وكده. فلو انت عملت اكزيال وقلبت كورونال عن طريق الستات الجديده هيؤدي لغرض. لكن مهم جدا ان احنا نعمل 3 مليمتر سلايس ثيكنس ونختار فيلد اوف فيو كويس ونصور مينلي بالبون ويندو، لكن سوفت تيشو ويندو از امبورتنت and we should include the mandible and the frontal sinuses in the field of view. الأهم من كده بقى إن we have to have coronal وسجل reconstructed images، وده المكان في اعتقادي الوحيد اللي الـ 3D ليه قيمة فيه. The 3D reconstruction في الفيشل تروما من الحاجات المهمة جدا. And in the coronal images ممكن نبتدي من أول زي الأوربت تقريبا بالظبط من أول الأوربت الأيبكس لحد لما نخلص المنطقة كلها. الفيس زي ما حضراتكم عارفين بيتقسم إلى 3 أقسام، الأبر فيس والميدل فيس واللور فيس. الأبر هو اللي فيه بس the orbital roof والفرونتال sinuses والفرونتال bone. اللور هو اللي فيه الالفيولر مارجن والمندب، وبقية المشاكل كلها هي بتاعت الميد فيس اللي هو فيه الاوربت وفيه الزيجوما وفيه الماكسيلاري ساينسز وفيه النوز وفيه الاثمايدز، فيه كل المشاكل. فالانجريز اوف ذا ميد فيس بتمثل المين برانت بتاع الماكسيلو فيشيال تروما. فلو احنا خدنا في الاناتومي واستفدنا في الحته دي في البارانيزل ساينسز والبارافرنجل سبيسز وكده، لكن هنراجع عليها بسرعه. This is the alveolar margin وبقيه او اول حته في الماكسيلاري ساينس. This is the ramus of the mandible and this is the styloid process. هتطلع لفوق شويه. This are the maxillary sinuses and the pterygoid blades. And this are the maxillary antra, the pterygoid blades, the ramus of the mandible and the styloid process. وبعدين this is the coronoid process of the mandible and this is the condyloid process or the head of the mandible اللي هي بتارتكيليت بعد كده مع temporal bone علشان تعمل temporal mandibular joint. العظمية اللي هنا ديت واحدة من important bones of the face اسمها the zygoma، والخط اللي ماشي من وراها دوت اسمه the zygomatic arch. والزيجوماتيك arch ما بيبانش كويس في كل الصور مرة واحدة، لازم يبان جزء منه وبعدين جزء تاني وهكذا. قدام واحدة من أشهر عظماية على الإطلاق بتتكسر في الوش هي the nasal bones. and من ضمن الحيل طبعا بتاعت الامتحانات بتاعتنا ان يكون كل الماكسيلو فيشال اريا سليمه ما عدا فراكشر زون اوف ذا نوز، ما تاخدش بالك منه. And this is the orbit اللي احنا لسه مخلصينه دلوقتي. lateral orbital wall, ethmoidal air cells, sphenoid sinus وتنتهي by the frontal sinus. In the coronal images زي البارانيزل sinus تقريبا بالظبط. And you see the sphenoid sinus and you see the pterygoid blades which are very important هنا في الماكسيلو فيشال تروما عشان تقسيمة الفراكشرز نفسها. This is the maxillary sinus, ethmoidal air cells, orbital roof and floor والنيزل تربنس وكونكا بولوزا زي ما احنا شفنا قبل كده.
then this is the 3D image. ولو انت عندك واحد جهاز سي تي كويس، مش لازم يكون ولا 64 ولا حاجه، اي حاجه 4 8 10 ممكن تطلع صور زي كده. يعني you can see this image طبعا زي ما انتم عارفين بتلف على الشاشه، وتقدر تبص فيها من الجنب، ان تشوف مثلا الزيجوماتيك ارش، the frontal process of the zygoma، the maxilla، الزيجوما نفسها، المانديبل، الريمس، اللي مش عارف الايه، التيمبرو مانديبولار جوينت، وبعدين تلفها شويه تشوف بقيه الحاجات التانيه. السؤال المطروح، هل لو كل واحد اتخبط في وشه فهل بسرعه جامد قوي قوي يعمل ايميجينج ولا مش مهم الكلام ده؟ الماكسيلوفيشال ايميجينج في غايه الاهميه، ومحتاجين ايميجينج بسرعه جدا، ولكن الايميجينج بيجي بعد حاجه واحده بس، اللي هي مينتيننج ذا اير واي، انك انت من العينين المخبوطين في الفيس غالبا الاير واي ممكن يبقى افكتد، والواحد بيموت نتيجه الخنقه او كده. فانت اهم حاجه انك انت تعمل ستابلايزيشن اوف ذا بيشنت اند مينتين ذا اير واي، then immediately تروح تعمل له الايمجنج باي سي تي. ليه بقى الايمجنج دوت مهم جدا؟ عشان لو كان في بون فراجمنتس في حتت مهمه قوي زي الاوربت والبرين تشيلها، دي نقطه مهمه عشان ما تعملش فورين بودي وكلام. بعض الفراكشرز انك انت ترجعها في مكانها، لان لو استنت شويه في مكانها هيحصل فايبروزس، ويحصل بالذات في الاوربت ديبلوبيا وخلافه زي كده. لو كان في مصل اتزنقت في كسر لازم تحرر المصل من الكسر ده عشان ما تبص المصل ويحصل للمريض نفس الحكايه. لو كان في ديفكتس ان ذا سكال بيز بتشر سي اس اف لازم تقفله عشان المننجايتس. And this is very important اللي هو to ensure patent airway. وكمان لو كان في foreign bodies ينفع انك انت تشيلها او مهم انك انت تشيلها. زي ما قلت the 3D images are very important because انك انت فعلا بتعرف معظم الفراكشرز من 3D، في حين ان 3D في اي حته ثانيه في الجسم ملوش قيمه، كلهم القيمه متركزه في 2D images، ولكن في الفيس بالذات the 3D images are very important. الماكسيلوفيشال تروما كان سؤال يعني منتشر جدا في الامتحانات ايام زمان، معرفش دلوقتي ايه اخباره، لكن كان كتير قوي بيجي. فانت بتقسم الفراكشرز الى ثلاث انواع: the simple fractures, the complex fractures, and the transfacial او يعني complicated fractures. the simple fractures ده فراكشر واحد بس من الاوربيتال وول، جزء من الساينس، نيزل بونز which is very common، زيجوماتيك ارش، دي تعتبر the simple fractures. and the complex fractures اللي هو على رأس القائمة على الإطلاق أشهر كسر بعد النوز هو ده، the zygomatic maxillary complex fracture، بعدين نيزو سمايدل ونيزو فرونتال ونيزو maxillary، وبعدين الترانسفيشال على رأسهم وأهمهم على الإطلاق هو the Lefort fracture، وبعدين smash injuries و unclassified lesions. النيزل بون زي ما احنا اتفقنا هو اشهر كسر، علشان النيزل بون هي اكتر حاجه بروميننت في الفيس وليها سوبرفيشال لوكيشن، واي خناقه اول حاجه بتحصل يروح كسر مناخير. فانت لو انت بتبص على النيزل بونز مش لازم تعمل لها سي تي ولا حاجه، it can be diagnosed by the plain x-ray، ولكن تخلي في بالك ان البلين اكس راي في النوز بيكون فيها خطوط بالطول كده representing the sutures between the nasal bones وبعضها، وان اي كسر في المناخير لازم يكون بالعرض ما بيكونش بالطول. كل المناخير لما تدي لها بوكس تتكسر بالعرض ما تتكسرش بالطول، لان كل الخطوط اللي ماشيه بالطول represent sutures، ولكن الخطوط اللي ماشيه بالعرض زي دوت مثلا كده represents the fracture. يبقى the diagnosis of nasal bone fractures ما فيش منه أي مشكلة by the plain x-ray، ساعات يكون comminuted زي كده، لكن كل الخطوط اللي ماشية بالعرض بالطول you remember إن ديت representing the sutures. في معظم الأحيان بالذات في الخناقات بتاعت اليومين دول، بالذات في الحتت اللي فيها أسلحة يعني كتيرة وكده، ما بتكونش المناخير بس هي اللي مكسورة، لكن بتتطور الأمور إلى حاجات أكبر من كده بكتير. ف commonly يحصل injury of the nasal septum، and ممكن لو الامور تطورت شويه يحصل كمان damage to the maxillary sinus الشمال او اليمين او الاثنين على حسب الظروف.
البوني نزل سبتم ممكن يتكسر وممكن تطلع فيه سبتا نيماتوم. السبتا نيماتوما دي في غاية الخطورة لأنها بتقرود السبتم، بتقرود الكارتش، تخرج من السبتم بعد كده، وساعات ما تعرفش إنك أنت تصلحه. And if you see a case with post-traumatic swelling of the bony nasal septum، تعرف على طول إن this is a septal hematoma، وإن السبتال هيماتوما دي لازم تتفضى قبل ما تقرأض الإيه البوني نيزل سيبتم، والمريض كل ما ياخد نفس يصفر زي ما انت. And this is the sagittal reconstructed image of the nasal bone fracture، وباين هنا في الأكزيال زي ما انت شايف، وباين هنا في الأكزيال. The diagnosis is easy، مش محتاج سي تي إلا لو كنت شاكك إن في كمان associated injuries موجودة. الكونن بقى ان الوول بتاع الاوربت يتكسر او الزيجوماتيك الماكسيلاري ساينس يتكسر، كل دي سيمبل فراكشرز ملهاش اسامي، دي اسمه سيمبل فراكشر وخلاص. اما اشهر واحد دوت اللي هو الزيجوماتيك وماكسيلاري كومبلكس فراكشر، واحد من اشهر الفراكشرز على طول تقريبا، يعني كل ما تيجي تكتب حاله ماكسيلو فيشل تروما لازم يطلع لك واحد زيجوماتيك وماكسيلاري. ايه هو زيجوماتيك ماكسيلاري الفراكشر دوت؟ ايام زمان قوي كان اسمه ذا تراي بود فراكشر، يعني الفراكشر اللي ليه مثلث الاضلاع او ليه ثلاثه، وبعدين اتسمى في نفس الوقت ذا تراي ميلر فراكشر، وبعد كده اتغير الاسم بقى كوادري بود فراكشر لانه اكتشفوا ضلع رابع كان مكسور، وبعدين اتشالت البود والكلام ده كله وتحول الى the zygomatic maxillary complex fracture. And this is the second most common facial fracture على الإطلاق بعد الإيه؟ بعد النوز. ال attachment of the zygoma، العظمية دهيت اسمها الزيجوما، متصلة بالفيس عن طريق أربعة sutures. السوتشر الأولاني موجود هنا في الـ anterior wall of the maxillary sinus اسمه zygomatic maxillary. والسوتشر الثاني موجود في الـ lateral orbital wall اسمه zygomatic frontal، لأن هو بيارتكيليت مع الفرونت. والسوتشر الثالث موجود مع التيمبرال بون اسمه زيجوماتيكو تيمبر. والسوتشر الاخير موجود جوه الاوربت مع الاسفينويد بون اسمه زيجوماتيكو اسفينويد. يبقى لو واحد خد بوكس في وشه وكسر الزيجوما، الزيجوما نفسها عظمايه از فيري تاف، صعب جدا انها تتكسر. لكن اللي بيحصل انها بتتفصل على طول من السوتشرز بتاعتها. وبما ان السوتشرز اربعه فكانوا بيسموه ذا كوادري بوت فراكشر. دلوقتي خلاص خلصنا، لان الفراكشر ده اساسا بيأفكت الزيجوما والماكسيلري فسموه كده زيجوماتيكو ماكسيلري كومبلكس فراكشر. يبقى السوتشرز اللي هي اللي مع الزيجوما، نمره واحد مع الفرونتال بون اسمه زيجوماتيكو فرونتال، وده موجود في اللاترال اوربيتال وول. زيجوماتيكو ماكسيلري اللي هو هنا، وده موجود في الانتيريور وول اوف ذا ماكسيلري ساينس. زيجوماتيكو تيمبرال اللي هو موجود عند الزيجوماتيك ارش. زيجوماتيكو سفينويدال اللي هو موجود عند الايه الاوربيتال ايه. يبقى انا علشان اشخص هذا الفراكشر، كان زمان عندنا ما فيش الا البلين اكس راي ايام ما انا، دي كانت الرساله بتاعتي وانا في الام دي، وكان السي تي يعني متواضع شويه، وكان معظم اعتمادنا في التشخيص على البلين اكس راي. فكان عندنا حاجة اسمها ذا إليفانت هيد، وليها أشكال كتيرة يعني على حسب الناس ما بتتخيل الفيل، لكن this is the most likely appearance. ده تقريبا ودنه، وهنا هو the zygoma represents the site of the eye and this is the zygomatic arch. وهنا هو يقول لك لو لقيت الفيل راسه سليمة يبقى ما فيش كسر، لو لقيت فيه disruption يبقى فيه كسر. وده كل اللي احنا كنا بنعرفه أيام زمان. لكن بعد السي تي والثري دي والكلام ده كله، عرفنا ان الزيجوماتيكو ماكسيلاري كومبلكس فراكشر عباره عن اربع قصور. واحد منهم موجود ان انتيريور وول اوف ذا ماكسيلاري ساينس، واحد منهم موجود في الاوربت، واحد منهم موجود في الزيجوماتيك ارش اللي هو ده كده زيجوماتيكو زيجوماتيكو تيمبرال، واحد موجود ان ذا ده غالبا بوسترولاترال وول اوف ذا ماكسيلاري ساينس. فاذا لقيت الاربعه دولت تقول على طول ان this is the zygomatic maxillary complex fracture، وده سهل قوي في الاشعه. And this is the anterior wall of the maxillary sinus اللي هو zygomatic maxillary. Posterolateral wall of the maxillary sinus zygomatic sphenoid. Lateral orbital wall zygomatic frontal. وبعدين the zygomatic arch اللي هو zygomatic temporal.
يبقى تحققت الاربعه كومبوننتس بتوع الفراكشر, then you say that this is the hematocomaxillary complex fracture على الناحيه الشمال. بقيه الحاجات التانيه اللي هي مش جزء من الفراكشر, fracture of the orbital floor دوت مش جزء من الكسر نفسه, الاوربيتال فلور بيتكسر في السكه. opacification of the maxillary sinus due to bleeding inside the sinus اسمه hemosinus. بون فراجمنتس ممكن تبقى موجوده جوه الماكسيلاري ساينس او جوه الاوربت, كل دوت موجود. اوربيتال انفيزيما, الاوربيتال انفيزيما معناه وجود هواء جوه الاوربيتال كافيتي, وده از نوت ا فريكوينت كومبليكيشن اوف ذيس فراكشر, ولكنه ا فريكوينت كومبليكيشن اوف اثمويدال فراكشر. يعني لما تلاقي هواء جوه الاوربت في عيان مخبوط تعرف ان سبب الهواء فراكشرز اوف ذا اثمويدز مش فراكشرز اوف ذا ايه اوف ذا ماكسيلاري ساينس. ليه؟ علشان المكزيلاري ساينس تحت الاوربت على طول, اي كسر بيحصل فيه الاوربيتال كونتنس بتسد الكسر. اما السفنويد ساينس اي كسر بيحصل فيه اي واحده منهم بتفوت الهواء فيطلع الهواء جوه الايه؟ جوه الاوربت. عند لما الكسر دوت بيحصل الزيجومه بتتفصل, وشوف بقى هنا يعني من اروع الصور اللي انت طبعا مش للمريض يعني, لكن بالنسبه للتشخيص انك انت تشوف الزيجوما وهي مفصوله بالطريقه ديت. يعني الزيجوما has disrupted at the zygomatico frontal, zygomatico maxillary, zygomatico temporal, zygomatico sphenoid. فلما الزيجوما تتفصل المفروض الواحد دوت خد بوكس في وشه فالزيجوما بترجع لورا, وفي نفس الوقت لو كان البوكس دوت متحرف من بره او من جوه فالزيجوما لازم هتلف, يا اما تطلع لبره يا اما تخش لجوه. الزيجوما اللي انت شايفها دلوقتي طالعه لبره صح؟ مظبوط. And you have to report هذا الكلام, تقول ان الزيجوما دي اتكسرت ورجعت لورا, ده شيء طبيعي, ولفت لبره او لجوه, واللففان دوت ليه طريقه بنعرفها بيها. يبقى انت عشان الاول تتحقق من نوع الفراكشن, الاول في فراكشن ان انتيرو وول اوف ذا ماكسيلاري, بوستر لاترال وول اوف ذا ماكسيلاري, زيجوماتيك ارش ولاترال اوربيتال وول. لو كان الثلاثه دولت موجودين او الاربعه دولت يبقى انت دلوقتي بتتعامل مع زيجوماتيك وماكسيلاري كومبلكس فراكشن. بعد كده الزيجوما رجعت لورا, اي نعم الزيجوما رجعت لورا, لفت لبره او لجوه يعتمد على ايه؟ يعتمد على لو هي بتبص على حجم الماكسيلاري ساينس, حجم الماكسيلاري ساينس اللي ناحيه الكسر وتقارنه بالماكسيلاري ساينس اللي الناحيه الثانيه. لو الزيجوما لفت ميديالي هتخلي الماكسيلاري ساينس صغير, لو لفت لاترالي هتخلي الماكسيلاري ساينس كبير كومبيرد للماكسيلاري ساينس الثاني. وغالبا طبعا انت في الخناقات الضربه ما بتكونش جايه من كده, بتكون جايه من كده من بره يعني, فدايما الزيجوما بتلف ايه؟ لجوه. Then you see the maxillary sinus is smaller than the opposite sinus and this denotes ان في هنا اهوت ايه؟ medial rotation of the fractured zygoma. نفس الحكايه هنا, fracture of the anterior wall of the maxillary sinus, posterior lateral wall, zygomatic arch, lateral orbital wall, the four components. بعض الناس لما كان في فضاء جامد قوي كان بيقسموا الزيجوماتيك ماكسيلاري الى جريدز. مش لازم الاربعه كلهم يبقوا موجودين, ومش لازم الزيجوما تكون اتحركت ولا لفت من مكانها, المهم يكون في مثلا ثلاثه من اربعه وكده عشان تقدر. بس انت بقى ايه وراك حاجات تانية كتير, انت تشخص ايه زيجوماتيك ماكسيلاري كومبلكس بس, في فراكشر اوف ذا انتيرير وول, بوست لاترال وول, زيجوماتيك ارش, لاترال اوربيتال وول, وبعدين في اوربيتال انفيزيما. لو في اوربيتال انفيزيما فغالبا المصدر بتاعها بيكون فراكشرز اوف ذا اثمويدال اير سيل. ان كورونال ايمجز لازم تاسس ذا انتجريتي اوف ذا اوربيتال فلور, لان فيري كومن الاوربيتال فلور بيتكسر مع هذا النوع من الفراكشرز ولكنه مش جزء من الايه؟ من الفراكشر نفسه. وهنا فراكشر اوف ذا انتيرير وول, بوستر لاترال وول, زيجوماتيك ارش, باقي الاوربيتال فلور بتشوفه في المقطع اللي فوق, then you reach the components of the zygomatic maxillary complex fracture. اول ما تشخصه تشوف هل في posterior displacement of the zygoma, يعني تقارن الزيجومه دي بالزيجومه بتاعت الناحيه الثانيه. بعض الناس بتجر خط او ما تجرش خط ما تفرقش, المهم انك انت شايف ان الزيجومه دي رجعت لورا.
بعد كده ميديال او لاترال روتيشن تقارن حجم الساينس ده بالحجم الساينس. افرض لقيت الاثنين قد بعض يبقى ما فيش ايه؟ يبقى ما فيش روتيشن. وبعدين اوربيتال انجريز سبيشالي ذا اوربيتال فلور ساعات بيتكسر ويحصل اوربيتال كومبليكيشنز زي ما هنقول بعد كده. يبقى انت لما تيجي تريبورت ده نعم ايه؟ ده هو الاساس يعني. نعم اوكي. بس الحقيقه ال 3 دي في بعض الاحيان if you are not sure about the fracture في الاكسيال ايمجز ممكن تشوفه كويس قوي في ال 3 دي. وال 3 دي هيتعمل باي ذا واي يعني مش محتاج فحص زياده ولا وقت زياده ولا اي حاجه. ده مهم جدا. لانها مهمه حتى في تخطيط العمليه نفسها. يعني انا عشان اصلح الكسر ده بشوف هو متحرك ازاي في ال 3 دي اللي هو يمثل وش المريض بالنسبه لي. وبالتالي تخطيط السيرج نفسها على 3 دي اوقع بكتير قوي لان معظمهم ما بيفهمش في الاكسيال سيرج. اوكي؟ لان اسالني حاجه؟ لا لا خلاص. طيب. And this is a zygomatic maxillary complex fracture with medial rotation of the zygoma and the posterior displacement. عندنا هنا اهوت الانتيريور وول بوستيريور لاترال وول. كل الناس بتقول الزيجوماتيك ارش مش لازم يكون مكسور، مجرد ان هو يتقوص كده يبقى مكسور. يعني لو هو بقى عامل زي كيرف كده ما هواش زي الزيجوماتيك ارش الثاني يو كان كونسيدر ان الزيجوماتيك ارش دوت مكسور. نفس الحكايه هنا زي ما بقول لك ده فراكشر. لو انت قاعد في حته فيها حوادث يعني خمس ست حالات كل يوم تشوفهم. Posterior displacement of the zygoma, hemosinus, free bone fragments in the antrum, fracture of the zygomatic arch. ولو طلعت لفوق شوية then you can see the component الأخير اللي هو the lateral orbital wall, fracture of the lateral orbital wall. بعد لما المريض دوت يعمل surgery ويتصلح التقرير بقى اللي بيطلع بيكون مبئس جدا بالنسبة للجراح. ان الجراح بيكون عمل شغل في غايه الجمال. وزي مثلا هنا كده كل القضيه كلها يا جماعه بس تبقوا عارفين اهم حاجه بالنسبه للجراح ان هو يرجع الزيجومه دي قصاد الثانيه عشان الفيس يحصل فيه سيمتريكال ابييرنس وان هو يقفل الفراكشر بتاع الاوربيتال فلور عشان الاوربيتال كونتنتس ما تنزلش في الماكسيلاري ساينس. هم دولت اهم حاجتين. لكن اللي بيحصل بقى لما يبعت لك البتاع دوت فور فولو اب تقول له بقى ايه؟ ان ادكويت ريدكشن اوف ذا زيجوم ويز مالتيبل فراكشر لاينز ستيل سين ان ذا ماكسيلاري ساينس ان ذا زيجوماتيك ارش ان وتصد نفسه. دي حقيقه ان انت لما تشوف هو بيشتغل الشغلانه ديت عمليه صعبه جدا. الوش ده كله ما بيكونش باين فيه حاجه اصلا. يعني المعالم بتاعته بتكون ديسفيجر. فهو عشان يرجع الزيجوما تقريبا لنفس المكان وعشان يقفل الاوربيتال فلور بتاخد منه مجهود فظيع. يبعتهولك بس عشان انت تقول له الكلمتين دول ان الزيجوما رجعت في مكانها يعني اولموست وان الاوربيتال فلور سيل خلاص حطينا فيه المش او الشبكه او واتس ايفر وبقى كده. اما بقيه الحاجات دي كل ديت نونسنس. فراكشر اوف ذا زيجوماتيك ارش ولا يعني اي شيء. فراكشر اوف ذا ماكسيلاري ساينس ولا يعني اي شيء. دم لسه في الماكسيلاري ساينس هيروح بعد شويه. انت اهم حاجه بالنسبه لك الاوربت ده اهم واحد على الاطلاق. وبعدين الفيشال ابييرنس اللي هو عشان المريض ما يبقاش ديسفيجر مجرد ان هو حصل فيه تروم. ذا نكست فراكشر اسمه نيزو اثمويدال اوربيتال. من اسمه كده بيأفكت النوز بيأفكت الاثمويد وبالطبيعي هيأفكت الايه؟ الاوربيتال كونتنت. ده محتاج خبطه مش على جنب، محتاج خبطه في النص. يعني حد كده منشن على وش واحد في النص بالظبط خبط المناخير وكان في منتهى القوه فدشدش كمان الايه؟ الاثمويد والحاجات اللي وراه. And this is an example. ملوش دعوه دوت بالزيجوما ولا اللاترال اوربيتال وولز ولا كده، لكن لو كانت خبطه عنيفه او حادثه عربيه او قنبله او ممكن تاكستند للباقي. Then you see collapse of the nasal bones and comminution of the ethmoidal air cells. And في الغالب بتأفكت the lower part of the frontal sinus لانه intimately related. وطبعا بدل الاثمويدز اتكسرت لازم هتلاقي اوربيتال انفيزيما اكستنسيف سواء كان يونيلاترال او
باي لاتر. مهم جدا هنا انك انت تؤسس ذا انتجريتي اوف ذا جلوب، هل في جلوب رابشر ولا لا، هل في انترا اوربيتال فري بون فراجمنتس ولا لا. لكن هوا مفيش اي مشكله، اوربيتال انفيزيما ما فيهاش مشكله. Then you use the coronal images علشان to assess fractures of the cribriform oblate، لان ده هيتكسر في السكه اللي هي بتاعه الاثمويدال فراكشر. اما كل الحاجات اللي انت شايفها دي والبلاد والكلام ده كله مش مهم، المهم جدا this fracture اللي هو fracture of the orbital floor، بغض النظر مين اللي عمله، هل هو تروما دايركت تو اوربت زيجوماتيكو ماكسيلاري ليزو اسمويدال، كل الحاجات ديت مهم جدا انك انت تؤسس ذا انتجريتي اوف ذا اوربيتال فلور. لما بيتبطط الوش كده بيسموه ذا اكورديون لايك فراكشر او حاجه زي كده، ان الاسمويدز كلها بتتكربس ورا بعضها طخ 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 لجوه. ساعات يكون الفراكشر حنين قوي زي اللي انتم شايفينه ده، يكون مثلا كومينيوشن اوف ذا اسمويدز، لكن الاوربت كويس يعني الانفيزيما اللي حصلت راحت وكده، لكن this is still اسمه the nasal ethmoidal orbital fracture. And this is an example. في خبطة كده دشدشة ال nasal bones and the ethmoidal air cells which are opaque. وفي هنا هو احتمال يكون في fracture of the floor of the anterior cranial fossa very common بيحصل. وادي comminution of the nasal bones, bony nasal septum، كل دوت مكسر. وطبعا بما ان الروت اوف ذا فرونتال ساينس قريب للمنطقه ديت فغالبا هيكون مكسور في السكر. And if you see fracture of the nasal bones and the ethmoid دوت اسمه نيزو ethmoidal fracture. هذا الفراكشر محتاج قوه اكبر من الثاني اللي هو زيجوماتيكو ماكسيلاري، وعشان كده كميه الكومبليكيشنز اللي بتحصل فيه ضخمه جدا. يعني لازم يكون في اوربيتال فراكشرز تقريبا ان موست اوف ذا كيسز، على الاقل ده ميديال اوربيتال وول لازم يتكسر. وبعدين الاسوشيشن مع اللفورت هنقولها بعد شويه، سي اس اف راينوريا نتيجه انجري اوف ذا كريبريفورم بليت اوف اثمويدز، فرونتال ساينس فراكشرز نتيجه قربه من الفراكشر نفسه، لوس اوف فيجن لان الخبطه دي لو اتعرضت شويه هتاثر اي واحد من الاوربت دولت، نيزو لاكريمال داكت انجري ونيزو فرونتال داكت انجري، هما الاثنين قريبين جدا من المنطقه ديت، وبالتالي في احتمال كبير قوي ان هم يبقوا انجل. الفراكشر اللي بعد كده اسمه انفجار او بلو اوت فراكشر اوف ذا اوربت. البلو اوت فراكشر اوف ذا اوربت عباره عن خبطه جت للاوربت، والخبطه ديت بحاجه اكبر من حجم الاوربت الريم، يعني ما ينفعش تخش جوه الاوربت، لو دخلت جوه بنعمل مشاكل ثانيه ما هياش بلو اوت، لكن تيجي على حرف الاوربت وتقف. فاللي بيحصل انها بتضغط الجلوب لورا وبتزود الانترا اوربيتال بريشر، فبتعمل انفجار في واحد من الاوربيتال بولز. على عكس ما كل الناس فاهمه ان الميديال اوربيتال وول اضعف، ولكن الاوربيتال فلور اضعف من الميديال وول، لان الميديال وول از سبورتد باي ذا اثمويدال سيبتا، يعني كان في ناس واقفه ورا الميديال وول سنده كده، فما بيتكسرش ببساطه زي الفلور. فلو حصل increase in the orbital pressure الفلور هو بس اللي بينفجر in most of the cases، لكن مفيش مانع ان الميديال اوربيتال وول ينفجر. لو حصل كده هيحصل فراكشر ويبتدي الحاجات اللي جوه الاوربت تنزل جوه الماكسيلاري ساينس. ممكن الفات بس هو اللي ينزل، وممكن الفات والمصل اللي هي الانفيرير ريكتس اقرب واحده على تحت هي اللي تنزل، وممكن الجلوب شخصيا كله على بعضيه هيلا بيلا ينزل جوه الماكسيلاري ساينس. في الوقت دوت مهم جدا ان لو انت سبت الوضع على ما هو عليه هيحصل فايبروزس، وبالتالي المريض مش هيقدر يحرك العين دي فهيحصل ديبلوبيا، وبعدين المصل كمان هيحصل فيها اتروفي بتاع، هيحصل مشاكل جامده جدا. فالفراكشر دوت وان اوف دي فراكشرز اللي هي محتاجه ايرجنت ريبير. في بعض الاحيان، والافلام ديت ممكن تيجي في الامتحانات وكده، لو انت عندك في مريض وعنده هيستوري اوف تروما فيشيال تروما، وعملت له البتاع الفيو دوت اسمه ذا ساينس فيو، ولقيت الماكسيلري ساينس في اير فلويد ليفل، اللي اهم من كده بقى انك انت لقيت اوباستي زي اللي انت شايفها كده دي متعلقه على الاوربيتال فلور. And this is the herniation of the orbital contents through the defect اللي انت مش شايفه في البلين اكس راي. Then you highly suspect ان العيان دوت عنده
blow out fracture of the orbital floor with possible herniation of the orbital contents into the floor of the into the roof of the maxillary sinus. والفلويد ليفل اللي انت شايفه دوت عباره عن ايه؟ هيمو ساينس. لو عملت سي تي هتشوف بقى الفراكشر اللي هو غالبا بيكون في الميدل ثيرد، في التلت الوسطاني من الاوربيتال فلور. والفراكشر دوت ممكن ينزل جواه الفات بس او الانفيريور ريكتس كمان او الجلوب زي ما احنا قلنا. Then you see دوت this is the orbital fat which is herniating into the floor. هو ده اللي عامل الاوباستي اللي انت شفتها في البلين اكس راي. لكن الفات هيرنييتنج انتو ذا روف اوف ذا ساينس طز، لكن الماسل هيرنييتنج انتو ذا فراكشر ده في غايه الخطوره، لان اسمها ماسل انترابمنت، لازم الماسل تتحرك من الفراكشر علشان المريض ما يجيلوش ديبلوبي. And this is what we call muscle entrapment. في فراكشر هنا in the orbital floor and this is the inferior rectus muscle which is now incarcerated between the fracture edges. وباين هنا اهوت في السجيتال ريكونستراكشن الديفكت ان ذا اوربيتال فلور والماسل غطسانه ما بين الفراكشر ايدجز. في الوقت دوت بتسمي ده انترابمنت اوف ذا انفيريور ريكتس ماسل. This is a blow out fracture by MRI and there is a defect with herniation of the orbital fat ولكن الماسل is above the fracture. يبقى ده مش خطير قوي بس محتاج في الغالب يتصلح لو كان كبير. اما لو المصل اتحركت من مكانها ونزلت between the edges of the fracture بيحتاج جراحه عاجله. وده طبعا ده اكستريم بتاع الفراكشر ده ان يحصل ديفكت كبير جدا in the orbital floor لدرجه ان العين نفسها تنزل في المنزلري ساينس. وده يعني one of the major complications of blow out fractures ان ممكن الفلور يبقى totally defective كله من اوله لاخره. Then you see the globe inside the sinus. إذا كان في history of trauma وفي شوية نعبشة كده in the orbital fat then you know that this is intra-orbital hemorrhage, intra-orbital post-traumatic edema. كل الكلام ده مقبول، لكن مهم جدا انك انت to assess the integrity of the fracture and if there is possible herniation ولا لا. لو انت بصيت هنا you see the fracture and some mucosal thickening in the antrum ولكن ال inferior rectus muscle فوق بس swollen، صح كده؟ وفي dirty appearance of the fat. The swelling of the muscle post-traumatic is usually due to hematoma or contusion في المصل نفسها. الوول التاني اللي ممكن يتكسر هو the medial orbital wall. The medial orbital wall ممكن ينفجر وبالتالي the medial rectus تخش جوه الفراكشر ويبقى اسمها entrapment of the medial rectus muscle. لو حصل كده برضو نفس الحكاية urgent surgery علشان to release the muscle قبل ما المريض يحصل له double vision. Yeah, this is the collapse of the ethmoidal septa within the medial orbital wall ومعها hemorrhage وكده. ده المنظر بتاعه. في بعض الأحيان يكون كده، في بعض الأحيان تكسر يعني نهائيا. Then if you see هنا في blowout fracture of the medial wall and this is the medial rectus which is incarcerated between the fracture edges وهي كمان swollen نتيجة the presence of post-traumatic edema and hematoma. ده برضو واحد عنده fracture medial orbital wall and this muscle is incarcerated between the fracture edges. شايف طبعا الفراكشر هنا وادي الميديال ريكتس دخلت جواه ودي الانفيرير ودي اللاترال ودي السوبيرير وده الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف يعني زي ما انتم عارفين الاوبتيك نيرف ما هواش يعني حاجه مشدوده قوي بحيث ان اي خبطه تقطعه. الاوبتيك نيرف في الغالب وده على حسب ما انا اشتغلت وشفت يعني ما بيتقطعش الا لو انت نشنت عليه. ونشنت عليه يعني جبت منعه وعملت كده اهوت ورحت طرخ عامل يعني بيكون دايما بنتريتنج انجري. فالبنتريتنج انجري بتضرب رصاصه بتفوت في الاوربت وبتفوت في الاوبتيك نيرف بتقطعه وجايز تعدي الناحيه الثانيه وهكذا. ده تقريبا احسن حاجه او اكتر حاجه، لكن البلانت انجري صعب جدا صعب جدا انها تقطع الاوبتيك نيرف لان الاوبتيك نيرف متحرك وهو ريدندنت عشان تعرف تحرك عينك شمال ويمين وفوق وتحت وتتجول بالبصر زي ما انت عاوز. عشان كده صعب قوي ان هو يتقطع بالبلانت تروما. الاوبتيك نيرف غالبا بيتقطع باي بنتريتنج انجري especially موضوع الرصاص زي ما انا قلت.
لو الواحد اتخبط في الاوربت فهو معرض ان يحصل له حاجات بقى في السوفت تيشوز، حاجات في الجلوب، حاجات في الماسلز زي ما شفنا. ف ممكن يحصل بس اللي هو الاشهر حاجه بتشوفها انت في الملاكمه وكده، عين الواحد ورمانه ومحمريه وكده، اللي هو بيري اوربيتال سوفت تيشو كونتيوجن اند ايكيموزيس. وده مش محتاج طبعا سي تي الا لو انت مش عارف تشوف الجلوب، لان في الغالب عين العيان بتكون مقفوله قوي ما انتش عارف تفحصه كلينيكالي، فتعمل له سي تي تشوف ايه اللي ورا المشكله دي. من اخطر الحاجات ان الجلوب ينفجر، لان دي ملهاش حل، يعني مش هتعرف تنفخ الجلوب مره تانية بطريقه او باخرى. وعلامات الجلوب رابشر هم اربعه زي ما احنا قلنا: ذا فلات تاير ابيرنس، تيكنينج اوف ذا بوستيريور سكليرا، هيزي ان سكلينر مارجن اند انترا اوكيولار اير. واشهر علامه واكد علامه هو وجود الهواء انسايد ذا جلوب. الهواء انترا اوكيولار اير، لا مش اسمه اوربيتال انفيزيما، ماشي؟ يعني ده انترا اوكيولار اير، يعني هواء انسايد ذا جلوب. وزي ما قلنا ان ممكن الجلوب ينفجر من كون جواه هواء، وممكن الجلوب يكون جواه هواء وهو لسه ما فيهوش زي التاني. يعني لكن وجود الهواء جوه الجلوب علامه اكيده ان هو انفجر، علامه اكيده ان هو انفجر. ان كيسز اوف تروما طبعا ممكن يكون بان اوف ثرمايتس مثلا ولا حاجه وطلعت هواء، دي قضيه تانيه. And if you see a foreign body inside the globe بديهة يبقى الجلوب انفجر، صح ولا ايه؟ طالما الجلوب بتاع بقى جوه. ولكن if you see vitreous hemorrhage post traumatic دي مش علامة الرابشر. يعني ال vitreous hemorrhage is not a sign of globe rupture ولكنه a sign of severe ocular injury. العلامات بتاعت الرابشر ان هو يكون فلات تاير، ان هو يكون تيكنينج اوف ذا بوستيريور سكليرا، هيزي انر سكليرا مارجن، انترا اوكيولار اير، لكن نزيف جوه الاوربت لا. طيب بعد كده this is an example of intra ocular hemorrhage and you see blood. وشايف طبعا هنا خط كده، ده ممكن مش ده ريتينال ديتاتشمنت، ولكن ممكن يكون المسار اللي عدى فيه الفورين بود. كورنيال لاسريشن بتتشاف طبعا لوحدها، مش محتاج تعمل لها سي تي، لكن هنا يسي ذا لينس من غير انتيريور تشامبر، وهنا هو ذا لينس يسي ذا انتيريور تشامبر، اند ذيس از كورنيال لاسريشن. نفس الحكايه هنا، ده نورمال جلوب وده جلوب بوست تروماتيك، في كورنيال لاسريشن واللينس مش موجوده يعني ديسلوكيتد، وفي فورين بودي، وفي كمان بيري اوربيتال سوفت تيشو اديما اند هيماتوم. اللينس بقى ممكن يحصل فيها حاجات كتيرة قوي، سبلكسيشن زي كده، ديسلوكيشن زي كده وقعت تحت في الجلوب، لينس فراجمنتيشن يعني ممكن بس بعد شويه من التروما يحصل فراجمنتيشن اوف ذا لينس. يبقى احنا خلصنا ذا سيمبل فراكشرز وخلصنا دول الجماعه دول، وعندنا دلوقتي الترانس فيشال وعلى راسهم ده لوفورت فراكشر. اللوفورت فراكشرز زي ما انتم عارفين ان الراجل لوفورت ده اسمه ريني لوفورت، وهو راجل ماكسيلو فيشال سيرجن، وكان موجود في هذا الوقت سنه 1901 عمل كلاسيفيكيشن للفراكشرز بتاعت الفيس العنيفه. وعملها بان هو جاب واحد ميت او ثلاثه ميتين، وجاب طوبه كبيره كده وسقطها على وش الميت من ارتفاع، وبعدين قعد بقى يشوف الفراكشرز اللي حصلت في وشه كان شكلها عامل ازاي. بعد كده كبر الطوبه وعمل على واحد تاني وشاف ايه اللي حصل، وبعدين كبر الطوبه وعمل في واحد تالت وشاف ايه اللي حصل. فاستنتج من الموضوع دوت كله ان الفراكشرز اللي ممكن تحصل في الفيس اللي هو سماها باسمه ان هما ثلاث انواع: واحد خفيف، واحد متوسط، واحد عنيف جدا. التقسيمه بتاعته هو كان الخفيف هو رقم ثلاثة والعنيف هو رقم واحد، لكن الناس مع مرور الوقت وكده شقلبت الدنيا، فبقى الفورت 1 هو اخف واحد فيهم، الفورت 3 هو اكتر واحد فيهم. عشان تشخص لفورت اصلا لازم يكون الترجويد بليتس مكسورين، ده بدايه يعني انت لما تيجي تبص على ماكسيلو فيشال تروما اول حاجه تروح لها الترجويد،
عشان تشوف اذا كنت هتمشي في سكه الفورت ولا هتمشي في اي سكه تانية من اللي احنا قلناه. الترجويد بليتس بيبانوا في الاكزيال كده ورا الماكزيلري ساينس، بيبانوا في الكورونال كده مشبوكين في السكال بيس. ف الفورت الاولاني هو عباره بيسموه كده ذا فلوتنج بالت، لانه بيمشي فوق الالفيولار مارجن من قدام ويفضل راجع لورا لحد لما يكسر الايه الترجويد بليت، وهو ماشي في السكه بياخد ذا روت اوف ذا ماكسيلري ساينس. فهنا ده الماكسيلري ساينس زي ما انت شايف، وده الفراكشر لاين ماشي كده ماشي كده ماشي كده. الساجيتال هنا كويس جدا ريكونستراكشن في الفورت كله مهم جدا، و 3 دي برضو نفس الحكايه. لكن this fracture لما يوصل للترجويد بليتس يبقى خلاص يبقى لفورت، ما وصلش يبقى فراكشر عادي جدا في ال. And if you look here ادي الترجويد بليتس مكسورين، هنا في كسر وهنا برضو في كسر، وبعدين طلعت لقدام شويه في الكسر اللي هو في المناخير ده فوق الهارد بلت، وبعدين لقدام شويه في فراكشرز ان ذا ماكسيلري سايد. بما ان الترجويدز مكسورين يبقى دوت ايه لو فورت. في طريقه سهله جدا عشان تطلع واحد من اثنين من ثلاثه، يعني ليها طريقه كده هنقولها دلوقتي اول ما نشوف الثلاثه مع بعض، وبعدين يقول لك لما يكون في كذا يبقى لو فورت 1، لما يكون في كذا يبقى لو فورت 2 وهكذا. And this is the axial image showing fractures of the pterygoid plates and the fractures of the maxillary sinuses. يبقى لو فورت 1 لفورت 1 بس دوت عنيف شويه، ان يو سي كومنيوشن اوف ذا ترجويد بليتس اند فراكشرز اوف ذا بوستير وول اوف ذا ماكسيلري ساينس. ينفع يكون معاه كمان زيجوماتيكو ماكسيلري بس ده مش جزء من الفراكشر، يعني غالبا الزيجوما بتبقى انتاكت وان از نوت جزء من ما هوش بارت اوف ذا فراكشر، ولكن لو اتكسرت يبقى ده اسوشيشن مع الفراكشر نفسه. هتقول لي طب انا ازاي اعرف الزيجوماتيكو من اللفورت؟ بالترجويدز، ما جبناش احنا سيره الترجويدز في الزيجوماتيكو ماكسيلري ولا في النيزو اسمايدال ولا في اي واحد منهم اللي قبل كده. الفورت 2 اسمه بيراميدال فراكشر لانه عامل زي الهرم، بيأفكت ذا اسمايدال اير سيلز، ذا ميديال اوربيتال وول، ذا انتيريور وول اوف ذا ماكسيلا، والجزء بتاع الالفيولار مارجن. ده اسمه ذا بيراميدال فراكشر. لو حصل دوت بيخلي الفيس اسمه ديش فيس ديفورمد، يعني منبطط زي الطبقه المسطح، الحاجات اللي هي القدامانيه دي كلها ترك كده بتبقى خبطه واحده، عارف انت توم اند جيري كده اول ما يخبط في بتاع هو ده البتاع. كلكم عارفين طبعا توم اند جيري لكن ايه هنا ما علينا. في الوقت دوت انت نيد ذا فراكشر اوف ذا تيرجويد بليتس عشان تشخص ذا فورت. And this is the appearance of 3D بيبقى في منتهى الجمال. And the fracture passing at the root of the nose in the medial orbital wall, ethmoidal air cells, anterior wall of the maxillary sinus على الناحيتين. ولكن الزيجوما is intact والزيجوماتيك arch is intact واللاترال orbital wall is intact، يعني ملوش دعوه بالايه؟ بالزيجوماتيك. ولكن التروما طبعا لما بتحصل، هو كان الاخ ريني ده كان يعني بيعمل التروما بطريقه ثابته. يعني واحد نايم في الارض جايب طوبه كبيره منزلها عليه من ارتفاع معين في اتجاه معين، لكن التروما بتاعتنا احنا ما بتحصلش كده، حادثه عربيه وداس عليها ما اعرفش مين من فوق ووقع عليها ايه من تحت وكده، فعلى حسب الظروف. Then the four type 2 اللي هو البيراميدال فراكشر affects the root of the nose, the medial orbital wall, anterior wall of the maxillary sinus and the alveolar الحته اللي فوق الالفيولار مارج. هو دوت اللي فورت 2. اما بقى اللي فورت 3 فدوت بيسموه كده كرينيوفيشيال ديس جنكشن، يعني الفيس اتفصل من الجمجمه وكل اللي ماسك الفيس في الجمجمه هو السوفت تيشوز بس، لكن كل الاتاتشمنت اوف ذا فيس تو ذا سكال بقت مفصوله، وبالتالي بيحصل فراكشرز اوف ذا لاترال اوربيتال وول والزيجومه والزيجوماتيك ارش وكل اللي ببساطه شديده اللي فورت 3 هو اللي فورت رقم 2 بس تحط عليه ذا زيجوماتيكو ماكسيلري كومبلكس فراكشر. ديت اسهل واحده في التقسيم. لكن الفراكشر اوف ذا الفيولار مارجن ولا الهارد بلت ولا المانديبل ولا الفرونتال بون جزء من الفراكشر ده، لكن بما انه فراكشر عنيف جدا فدول كلهم بيكسروا في السكه اللي هم
الماندبل والالفيولار مارجن والهارد بالات والفرونتال بون. Then you see comminution of the nose, fractures of the pterygoid plates, fractures of the bony nasal septum, ما يشبه الزيجوماتيكو ماكسيلاري كومبلكس فراكشر من قدام ومن ورا زي ما احنا قلنا, و comminution of the ethmoidal air cells على الناحيتين, hemocyanus extensive على الناحيتين, the fractures of the zygomatic arch اللي هي جزء من الزيجوماتيكو ماكسيلاري اللي هو جزء من اللوفورت رقم 3, و you see the lacerations of the soft tissues, the hemocyanus على الناحيتين. مهم جدا جدا to assess the integrity of the orbit لان غالبا الفراكشرز دهيت بتعمل رابشر اوف ذا جلوب وممكن يكون بايلاترال, لكن انت باستخدام السوفت تيشو ويندو ايمجز بتتاكد كويس قوي ان الجلوب از انتاكت وان ما عندوش ساينز اوف جلوب رابشر. الجماعه دولت في الغالب ما بيكونش عندهم انتراكرينيال انجرز خالص, الجماعه بتوع اللوفورت والاكستنسيف ماكسيلوفيشال تروما بيكون البرين في الغالب سليم, لان زي ما الكتب بتقول ان الفيس يعتبر الاكصدام بتاع البرين زي الاكصدام كده بتاع العربيه, لو الفيس الدشدش يبقى البرين سليم. هي ديت الايه وعشان كده تلاقي الفيس مليان حواجز وهواء وحاجات زي كده عشان يعرف يصد عن المخ. And the rest of the injuries اللي هي affection of the frontal sinuses, وده جزء مش جزء من الفراكشر ولكنه بيبقى موجود في السكن. يبقى احنا عندنا ثلاثه لوفورت, واحد اللي هو فلوتنج بالات والثاني اسمه بيراميدال فراكشر والثالث اسمه كرينيوفيشال ديسجنكشن او سيبريشن اوف ذا فيس فروم ذا سكار. الاولاني زي ما انت شايف ملوش علاقه خالص لا بالاوربت ولا بالزيجومه. الثاني ليه علاقه بالاوربت especially the medial wall and the ethmoids. الثالث ليه علاقه بكله بالزيجومه والاوربت وخلافه. يبقى انت لو لقيت فراكشرز اوف ذا تيرجويد بليتس هتقول ان ده عنده لفورت. اللفورت 1 غالبا بيبقى صعب قوي انك انت تشوفه لان الخبطه بتبقى معموله بطريقه معينه بحيث ان مفيش حاجات كتيره تتكسر, لكن احنا بنشوفه كل شويه هو رقم 2 ورقم 3 طبعا بنشوفه كتير قوي especially in this practice. اما لو واحد اتفجرت في وشه قنبله او داس عليه قط او الحاجات اللي هي اللي انتوا عارفينها دلوقتي, ساعتها مش هتعرف تقسم الفراكشر, بتلاقي الفراكشر في كل مكان ومش ماشي مع اي خط ولا مع الجماعه بتوع لوفورت ولا كده, وبالتالي ان يو سي ذات ذيس از سماش انجري او انكلاسيفايد انجري, اللي هي كل اللي انت مطلوب منك انك انت بس جاست ريبورت ده الفراكشرز نفسها. ده واحد اتصاب بحاجة نارية يعني انفجرت في وشه, ان يو سي ذا شرامبلينز بتاعت الانجرينج اوبجكت, وبعدين بقى كمية فراكشرز وسوفت تيشو هيماتومز افكتنج ذا ترجويد بليتس والهارد بالات والمانديبل الريمس والمانديبل الكوندايل ماكسيلاري ساينس النوز الاثمويدال اير سيلز الجلوب نوعا ما لسه انتاكت, لكن يو سي ذا اكستنسيف انجري ان ذا فيس اند ماندبل وكذلك في المجزلة والاثمويدال اير سيلز والاوربيتال فلور. الحكايه ديت طبعا عشان تكتب تقرير لكده ممكن تقعد يعني فتره طويله, عشان بس انت لما تبقى عارف ايه المطلوب بتركز شويه في الموضوع. ففي حاجات كتيره كان اجنور في الفتافيت ومش عارف ايه, فيما عدا ان يكون في انترا كرينيال او انترا اوربيتال يا اما بون فراجمنتس يا اما فورين بودز مهم جدا, وبعدين تو اسيس ذا اوربت كله وتشوف اذا كان في جلوب رابشر ولا لا, وبعدين تاسيس الزيجومه وتشوف في ديسبليسمنت وروتيشن ولا لا. هم دولت الحاجات اللي ايه اللي احنا بنعول عليها والجراحين برضو بيعولوا عليها. And this is what we call a smash injury وفي الكومنيوشن. مهم جدا هنا حجم الاوربت, يعني الاوربت الفلور لو اتكسر حجم الاوربت بيزيد, وطالما حجم الاوربت زاد العين هتختص لجوه, يعني هيبقى في انوفثالموس, وده مهم جدا to be corrected surgically قبل ما يثبت على كده ويحصل دبل فيجن وخلافه. اخر حاجه في الموضوع اللي هو بوست تروماتيك سي اس اف راينري. واحد ممكن اتخبط
بس ما جرالوش حاجه، والفيس سليم والقلوب سليم وكل حاجه، بس بوست تروماتيك ابتدى يشر ميه من مناخيره او من ودنه، راينوريا او اوتوريا. ايام زمان كنا بنجيب الناس دي ونحينهم صبغه وننيمه على بطنه ونشوف الصبغه هتنزل من خلال الديفكت اللي موجود في الاوربيتال فلور ولا لا. اشهر مكان بيتكسر طبعا هو ده كريبري فورم بليتو اوف اثمويدز، لانه رفيع جدا، وفي نفس الوقت الديوره از ادهرنت تو ذيس بارت اوف ذا سكال بيس، وبالتالي لما يتقطع ففي تندنسي عاليه جدا ان الديوره تتقطع وبالتالي يحصل سي اس اف راينوري. كان عندنا بقى يعني فحص عقيم طويل عريض، وانك تجيب المريض وتحقنه صبغه وتنيمه على بطنه وتحط قطنه في مناخيره وبعدين تعمل له سي تي وتشوف الصبغه نزلت في الفراكشر ولا لا، يبقى خلاص شور ايفيدنس. لو في صبغه وفي فراكشر بس الصبغه مش نازله في الفراكشر، تشوف القطنه اللي في مناخير العيان لو هي مبلوله صبغه بتعرفها بالسي تي طبعا، يبقى ده شور ايفيدنس. لو هي مش مبلوله صبغه تبتدي بقى تقول ده ممكن ما يكونش سي اس اف رانوريا، ولكن يكون ساينوسايتس او اي حاجه. نعم. انتروسيكل انتروسيكل. And this is an example. الصبغه هنا نسي big defect in the cribriform plate of ismoids والصبغه نازله جوه. This is definite evidence of CSF rhinorrhea. ده طبعا لما يكون defect كبير قوي كده محتاج correction عشان المننجايتس. احنا this defect زي ما بيخرج CSF بيدخل infection طبعا من البارانيزل sinuses وكده. And sometimes the defect is big enough لدرجة ان البرين تيشو نفسه بيهرنيت ثرو ذا ديفكت، مش مجرد ان السي اس اف هو اللي هرنيتنج ولكن ذا برين تيشو. وطبعا سواء بالسي تي او بالام ار يو كان سي ذس ديفكت اللي هو اسمه بوست تروماتيك انكفالو انكفالو سي. هذا وبالله التوفيق. عندك اي اسئلة؟ في اسئلة؟